امراه مستشاره دون ذكر الاسم باش ما نقولوش السياسه وداك الشيء، امراه بوحدها كتدافع على رفع ميزانيه الرياضه. شحال طالبات 10 مليون 50 مليون اللي داروا الرياضه، بغات 10 مليون زياده وحتى واحد ما هضر. ربما كانت يعني وسط جمعيه نسائيه صراحه يا اشمئز القلب لهذا الشيء. وكما اشار السي بوطيب الناس على الاقل يغادروا يقول لك انا في اللجنه، غادي نكون في اللجنه. قبل يومين او ثلاث لاحظت في موقع حضر معنا سقوط هذا يصرح رئيس الجيش الاقليمي وهو تصريح خاطئ على انه اسناد الجوهر الناظور مع فهد الناظور مع حسنيه الناظور مع نادي الناظور مع جميع الانديه من اجل خلق فريق واحد في المدينه. اظن انه اشكال تصريح ما عندوش يعني سبب مقنع باش يقول هذا الشيء، على الرغم انه يسخى وتسخى المرايا من اجل مهرجانات لسهرات، ولكن لا نستطيع السهرات التي تنظم او مشاقرة. نحن نطالب بنفس الميزانيه او اقل بكثير من الميزانيه المخصصه للسهرات التي تعرض في 80 متر في شارع 80 متر. ربما هناك حسابات انتخابيه، ربما كيظنوا بانه راه شارع 80 متر ويجب ان تنظم سابق الاحتراق. الرياضه ما كتجيش، الرياضه ما كتجيش، ما كتجيش. اذا المشكل عندنا هو الاباطره المسيطرون على المجالس المنتخبه. وحتى احمد سمية ما اقول انها مصنعه، كيخرج وزير ديال الشباب والرياضه في التلفازه وفي البرلمان وكيقول لك انه هناك ميزانيه للمركب الرياضي الاقليمي النهضه. عندي كيقول لك كلمه، عندي تلقى سنين والدرع ما كانش السلطه يعني كتعاقب على
ولكن الشيء الموهوب اللي شنو نقول لك زعما اثر بزاف في الامور ديال الرياضيين ديالنا هو الضغوط من مديريه وزاره الشباب والرياضه في هذا المجال هذا، حيث ان وزاره الشباب والرياضه يعني هو الضغط ديال هذا الامر وتشجيع الشباب والرياضه شحال شكل تضغط لنزوات رؤساء الجامعات الرياضية بحكم صراحة، والأبطال الصعاب الآن وعانوا من ممكن يقولوا حرب مع جماعات ضابطة، ولا يتم تسليم الكلام بدلا فيما يخص الإنسان، حيث أن مجموعة ديال الجمعيات الرياضية من وسط القطاع الرياضي في كادرها مع رئيس ديال شي جامعة رياضية خصوصا في الفصل 71 كيشير الى الموافقه